على ضوء نجاح منتدى الشباب العالم تصريح مهم المحافظ جنوب سيناء، شرم الشيخ دلوقتي تستطيع الآن تنظيم أي مؤتمر في العالم. طبعا التنظيم الجميع أشاد به، الحقيقة التنظيم كان غاية في التحضر وغاية في الروعة وغاية في الهدوء ايضا، فلازم الحقيقه ان احنا نشيد بالتنظيم لمنتدى الشباب العالم. ده اللي صرح به السيد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، صرح ان مدينه شرم الشيخ لم يكن بها قاعه تكفي ل 4000 فرد مره واحده، رغم ان هذا الامر كان مطلبا لصندوق النقد الدولي والعديد من الهيئات الدوليه ايضا. لذلك تم انشاء هذه القاعه مؤخرا في اطار الاستعداد لمنتدى الشباب العالم. اكد محافظ جنوب سيناء ايضا في تصريحات صحفيه ان شرم الشيخ الان بتستطيع تنظيم اي مؤتمر في العالم، خصوصا ان شرم الشيخ منطقة ذات طبيعة خاصة وبها بنية اساسية حديثة. لفت ايضا المحافظ الى ان السياحة في شرم الشيخ هذا العام افضل من العام السابق بكثير، وان ناتج من فتح اسواق جديدة مثل السياحة من كازاخستان، جورجيا، رومانيا وغيرها من الدول، لافتا الى ان منتدى الشباب العالم بيرسل رسالة للعالم بان مصر آمنة، ومن شأن ذلك طبعا زيادة السياحة زي ما احنا شفنا. يذكر أن فعاليات النسخة الثانية لمنتدى شباب العالم انطلقت يوم السبت اللي فات بمدينة شرم الشيخ للعام الثاني على التوالي، وذلك تحت رعاية وبحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وطبعا ناقش المنتدى طبعا مع 5000 شاب وفتاة من جميع أنحاء العالم، أو 145 دولة تحديدا، ناقشوا زي ما تابعنا كل القضايا اللي بتهم كل الشباب يعني، وبتهم الدول ايضا. طيب من شرم الشيخ بقى هنتابع